في 25 من شهر يناير من عام 2006، تواصل شاب عراقي من إقليم كردستان مع الشرطة البريطانية للإبلاغ عن فتاة كان على علاقة معها تدعى باناز محمود وتبلغ من العمر 20 عاماً. أوضح الشاب الذي يدعى رحمة سليماني في حديثه مع المحققين أنه كان على تواصل دائم مع باناز، لكن كل سبل الاتصال بها انقطعت منذ الليلة السابقة. لم تتعامل الشرطة مع بلاغ رحمة بجدية في البداية، خصوصا بعدما تواصلوا مع والدي الفتاة اللذين أوضحا للمحققين أنهما لا يشكان في تعرضها لخطر ما، وأنها ربما تقضي الليلة مع إحدى صديقاتها، حيث كانت باناز معتادة على السهر والتسكع مع أصدقائها طوال الوقت. إلا أن رحمة شكك في تلك الأقوال وأصر على أن والدي الفتاة كان يكذبان على الشرطة، ونصح المحققين بأن يقوموا بالتحري عن البلاغات السابقة التي قدمتها باناز والتي أعربت فيها عن قلقها على سلامتها الشخصية من أسرتها التي كانت مهووسة بالسيطرة على الإناث. بعد إلحاح رحمة وبعد اطلاع المحققين على البلاغات السابقة التي قدمتها الفتاة والتي أفصحت فيها عن قلقها بأن يتم إنهاء حياتها على أيدي أفراد أسرتها بعد أن فرت باناز من منزل زوجها، تحركت الشرطة البريطانية على الفور وشرعت في البحث عن الفتاة. ولدت باناز محمود في 16 من شهر ديسمبر كانون الثاني عام 1985 في منطقة ميراوديل الريفية في إقليم كردستان العراق، لكنها سرعان ما انتقلت مع أسرتها إلى مدينة ميتشام جنوب لندن بالمملكة المتحدة عام 1995، وكانت باناز في ذلك الوقت تبلغ من العمر 10 سنوات فقط. كان أعمام باناز الثلاثة يعيشون أيضا في منطقة جنوب لندن، وعلى الرغم من أن بابكر محمود والدها هو الأكبر سنا، إلا أن شقيقيه الأصغر آري آغا محمود كان هو المسؤول عن العائلة. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن آري هو أول من وصل من أشقائه إلى بريطانيا. كانت أخت باناز الكبرى بيخال قد تزوجت زواجا عاديا مرتبا كما فعلت أختها الصغرى يمان المعروفة أيضا باسم بايزي، والتي تزوجت في سن 16 من رجل يكبرها 15 عاما. كانت بيخال أكبر من باناز بسنتين، وقد هربت الفتاة من منزل العائلة في عام 2002 وأمضت بعضا من الوقت خارج رعاية العائلة. وذكرت بيخال في بلاغ قدمته للشرطة أنها تعرضت للإيذاء الجسدي والتهديدات بسبب اختلاطها بأشخاص لم توافق عليهم عائلتها وتجربة الملابس الغريبة وتسريحات الشعر. وقد أشارت بيخال في تصريحاتها إلى أن والدها هددها بإنهاء حياة والدتها وشقيقاتها ونفسه إذا لم تعد إلى منزل الأسرة، لكن بيخال لم ترضح لهذا التهديد، وبدلا من العودة إلى المنزل عاشت حياتها في الخفاء بعيدا عن الأسرة، وكانت تتحرك باستمرار ولا تخرج من المنزل أبدا دون ارتداء الحجاب الكامل. واعتبر فشل محمود بابكر في السيطرة على بيخال بمثابة ضعف داخل المجتمع الكردي، وتعرض لدرجة من النبذ نتيجة لذلك. عندما بلغت باناز 17 من عمرها أجبرتها أسرتها على الزواج من رجل كردي يكبرها بعشر سنوات، وبحسب رواية باناز لاحقا فقد كان الرجل أميا وقديم الطراز. سرعان ما بدأت الخلافات تدب بين باناز وزوجها، وقد اتصلت الفتاة بالشرطة عدة مرات للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء والضرب والاعتداء الجنسي على يد زوجها، لكن في كل مرة كان الأمر يحل بشكل ودي بسبب تدخل أفراد العائلة، حيث إن باناز لم تجرؤ على التقدم بطلب الطلاق خوفا من ردة فعل المجتمع الكردي الذي كان يلوم والدها بالفعل على ما فعلته شقيقتها الكبرى، وذلك على الرغم من علمهم بأن باناز كانت تتعرض للتعنيف على يد زوجها. بعد عامين من الزواج لم تستطع باناز التحمل أكثر من ذلك، وهربت من منزل زوجها في يوليو من العام 2005. لجأت الفتاة لمنزل عائلتها وشرعت في علاقة جديدة مع شاب كردي يدعى رحمة سليماني، لكن عائلتها لم تكن راضية عن هذه العلاقة،
تسبب ذلك في تعرض باناز للمضايقات من قبل أفراد أسرتها، وعلى رأسهم والدها وعمها آري آغا الذي هددها صراحة بالقتل في أكثر من مناسبة، الأمر الذي دعاها للجوء إلى السلطات، حيث أوضحت لرجال الشرطة أنها سمعت والدها يتحدث لعمها في الهاتف ويتفقان على إنهاء حياتها. كما أشارت باناز إلى أن عمها أوضح لوالدها أن ثلاثة من أقرباء الفتاة كانوا على استعداد لارتكاب تلك الجريمة، إلا أن الشرطة لم تحرك ساكناً بشأن هذا البلاغ. وفي ليلة رأس السنة الجديدة للعام 2006 تم استدعاء الشرطة إلى مقهى ويمبلدون، حيث وصلت باناز في حالة يرثى لها قائلة إن والدها حاول قتلها. عندما وصلت الشرطة إلى المقهى كان من الواضح بالنسبة لهم أن باناز كانت مخمورة تماماً، كانت مصابة بجروح سطحية في يدها. وقد أوضحت باناز لرجال الشرطة أن والدها هو من أجبرها على تناول المشروبات الكحولية، وأنها قفزت من النافذة هربا من مصيرها، وهو ما تسبب في الجرح الظاهر على يدها. لم يصدق المحققون رواية باناز، وذلك لأنه لم يكن من المنطقي أن يجبر أب ابنته على تناول المشروبات الكحولية، خصوصا إذا كان هذا الأب من أصول شرقية. وكان غالب الظن لدى المحققين بأن باناز كانت مخمورة وكانت تختلق تلك الرواية. بعد أقل من شهر على تلك الحادثة، تحديدا في 22 من شهر يناير كانون الثاني، تعرض رحمة سليماني لمحاولة اختطاف على يد ثلاثة رجال، ولم يكن هؤلاء الرجال الثلاثة سوى أبناء عمومة باناز الذين أدلت بأسمائهم إلى الشرطة، مشيرة إلى أنهم كانوا على استعداد لانتزاع حياتها بسبب جلب العار لأسرتها. كان الشباب الثلاثة الذين أشار رحمة إلى أسمائهم في التحقيقات هم محمد رضا حماه، محمد صالح علي، وعمر حسين. وقد كانت تلك الأسماء الثلاثة هي بداية الخيط الذي التقطه المحققون في قضية اختفاء باناز، خصوصا بعدما استجوبوا كلا من والدها وعمها، واتضح لهم من خلال تباين الروايات أن أيا منهما لم يكن يقول الحقيقة على الإطلاق. في البداية كان المحققون يظنون بأن باناز محتجزة على غير إرادتها في منزل أحد أقاربها، ولذلك فقد قام المحققون باستخراج تصريح قضائي بمداهمة واقتحام عدة منازل تعود لأفراد الجالية الكردية في لندن، لكنهم لم يجدوا أي أثر للفتاة، الأمر الذي دعاهم للتفكير في فرضية أن باناز كانت قد فقدت حياتها بالفعل، لكنهم لم يملكوا أي دليل على هذا، ولم يستطيعوا العثور على الجثة. استند المحققون على البلاغ الذي قدمته باناز سابقاً، واتهمت فيه والدها وعمها وعدداً من أبناء عمومتها بالتآمر على إنهاء حياتها. وبناء على ذلك البلاغ تم إلقاء القبض على والد باناز بابكر محمود، وعلى عمها آري آغا محمود، وعلى قريبها محمد مارد حمات. لم يكن محمد يعلم أن السلطات أخضعت زنزانته للمراقبة اللصيقة، وأنهم دسوا له بعض أجهزة التسجيل التي التقطت محمد وهو يعترف بتفاصيل جريمته البشعة لزملائه، ويتفاخر بأنه هو الشخص الذي غسل شرف العائلة وأنهى حياة باناز برفقة قريبيه محمد صالح علي وعمر حسين. في 24 من شهر يناير كانون الثاني عام 2006 غادر والد باناز منزل العائلة لاصطحاب ابنتهما الصغرى من المدرسة والذهاب للتسوق، وترك باناز نائمة في الصالة. وبعد قليل وصل محمد مارد حمات ومحمد صالح علي وعمر حسين إلى العقار بعد الاتفاق مع والدها، وقد تناوب الثلاثة على الاعتداء على الفتاة جنسيا وتعذيبها لمدة ساعتين تقريبا قبل أن يقوموا بخنقها حتى الموت. بعد ذلك تم وضع جثة باناز في حقيبة صفر، ونقلها الجناة إلى منزل آخر يعود إلى أحد أقاربهم في بيرمنغهام، حيث تم دفن رفاتها في الحديقة. أوضحت التسجيلات أن كل من بابكر محمود وشقيقه آري آغا كان المخططين الرئيسيين لعملية قتل باناز، التي استطاع المحققون الوصول إلى رفاتها ونبش قبرها لتخضع للتشريح من قبل المعمل الجنائي،
لم تستطع السلطات البريطانية أن تلقي القبض على كل من محمد صالح علي وعمر حسين اللذين فر إلى إقليم كردستان العراق بعد ارتكاب الجريمة. في شهر أكتوبر لعام 2007 تم إلقاء القبض على محمد صالح علي في العراق بعد أن صدم صبياً مراهقاً بسيارته في منطقة السليمانية وأنهى حياته. وعندما علمت السلطات بهذا النبأ طالبت الشرطة العراقية بتسليمه، وهو أمر غير مسبوق بين البلدين. في شهر يونيو من العام 2009 وافقت السلطات العراقية على تسليم محمد صالح علي للسلطات البريطانية، وهي عملية التسليم الأولى للمجرمين بين البلدين. أما عمر حسين فقد كان مختبئاً في منطقة نائية في العراق، وكان تحت حماية أشقائه الذين كان أحدهم عضواً في جهاز أمني. لكن في شهر ديسمبر كانون الأول لعام 2009 اندلع شجار بين عمر وأحد أشقائه، مما أدى إلى إصابة عمر برصاصة في قدمه. اضطر للذهاب إلى المستشفى، وبالتالي تم تسليمه للسلطات العراقية التي سلمته بدورها للسلطات البريطانية. بدأت أولى المحاكمات الثلاث المتعلقة بقتل باناز في 25 من شهر مارس من العام 2007، واستمرت لمدة 14 أسبوعاً. وشهد كل من رحمة سليمان وبخال شقيقة باناز أمام النيابة أنهما تعرضا لعدة تهديدات من المجتمع الكردي في بريطانيا، ولذلك فقد تم وضعهما تحت حماية الشرطة إلى حين انتهاء المحاكمة. ولحماية هويتها بشكل أكبر ظهرت بخال أمام المحكمة مرتدية العباءة والنقاب، ولم تخلعها أمام هيئة المحلفين إلا عندما قدمت إفادتها من خلف ستار. في شهر يونيو من العام 2007 أدين والد باناز وعمها بالإجماع بارتكاب جريمة قتل، وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة، ولن يكونا مؤهلين للحصول على الإفراج المشروط إلا بعد مرور 20 عاما. أما محمد حماد فقد اعترف بأنه مذنب في جريمة القتل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وسيكون مؤهلا للإفراج المشروط بعد مرور 17 عاما. في شهر نوفمبر من العام 2010 أدين محمد صالح علي ومحمد حسين بالاشتراك في ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والاعتداء الجنسي، وحكم عليهما بالسجن لمدة 22 عاما على التوالي. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.